كابتن محمد، نعم المنتخب الفرنسي يعني يمتاز عن باقي المنتخبات الكبيره اللي واجهها المنتخب المغربي انه عنده حلول كثيره جدا للوصول للمرمى، سواء التصويب من الخارج، الكرات العرضيه، المهارات الفرديه عند كثير من اللاعبين اللي بتفك كثير من الطلاسم الدفاعيه. المنتخب المغربي يقدر يكمل الحلم ويهزم المنتخب الفرنسي؟ لا، شوف، انا غادي يمكن نتفادى حاجه امام الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي، هو يمكن الاصابات اللي غادي يمكن تعوق لي المشكل ديالو. يمكن الجانب البدني يعني اللاعبين شفناهم كيفاش لعبوا المباراه ضد اسبانيا، الاشواط الاضافيه والضربات الترجيحيه. ربما هذا الجانب اللي غادي يمكن يعوق المنتخب المغربي في المواجهه ضد فرنسا. الباقي فنفس الرسم التكتيكي اللي مشى به وليد الركراكي منذ انطلاق المباريات من كرواتيا لكندا لبلجيكا لاسبانيا البرتغال، فنفس الطريقه غتمشي، نفس الطريقه، ما عندوش بديل، ما عندوش تبديل، ما عندوش استبدال، فغادي يمكن يمشي بالرسم التكتيكي، وهذه نقطه القوه داخل الفريق الوطني المغربي. صحيح.